كل فترة يطلعوا لنا القصة دي. ما مش ملزمة اعمل لك كوباية الشاي، مش ده في حاجة اسمها الوقت اللي هو وقت اللي يعني نخليني اسميه اسم شوية وقت الاستمتاع، وقت اللي هو الكواليتي تايم. يعني ما بحبش اتكلم الامور اسميها بالانجليزي، بس هي الدورات كلها كانت بالانجليزي. يعني الكواليتي تايم دوت عبارة عن الوقت الجيد قوي اللي كل واحد، اسمعوا المعلومة دي، كل واحد بيعمل فيه حاجة حلوة قوي لشريك حياته. قاعدين بنشرب القهوة نص ساعة، كل واحد يتلطف مع التاني في الكلام، يضحك للتاني، يخلي التاني معاه نوع من انواع انا في الوقت ده ناوي اسعدك وفرحك. مش علاقة، انا بتكلمش على اليوم الملكي، ارجعوا اليوم الملكي اللي هلا سمير قايلة عليه. بتكلمش على اليوم الملكي ولا يوم العيلة وجلسة العيلة ولا اليوم الخروج. انا بتكلم الترمس طبعا والحلبسه زي ما انتوا عارفين تجيبوه من بره، لكن انا بتكلم عن الوقت بتاع الوقت اللطف، وقت التلطف انا بحب اسميه كده، وقت التلطف، وقت المعامله الادميه الانسانيه لمين؟ الزوج والزوج. انا ناوي اقول لك كلام حلو، تسلم ايدك، شكرا، ده اللي سكر يا سكر على راسي والله، عيني مش هقول بقى تقبرنا عيونك والكلام التحفه اللي احنا بنسمعوه من اللهجات التانية دي، بس نقول كلام حلو نص ساعه. لا بنتكلم في مشاكل ولا بنتكلم في عيال ولا بنتكلم في بنتكلموا في ايه؟ كلامي معاك، يعني مش قادره اخد نفسي، كلامي معاك وكلامك معايا حاجه حلوه، وبنبتسم وبنضحك. جربوها الكواليتي تايم ده، وقت التلطف، وقت انك تبقي انسانه لطيفه، الله، حوار حلو وراقي وبسمه موجوده ومفيش غم ولا بتاع، حلو، هيحب القعده دي ويحب كوبايه القهوه اللي انت عاملاه او كوبايه العصير اللي انت عاملاه او جايبه له، حتى ان شاء الله جايبه له اي حاجه، يعني سواري ولا جاتوس، اي حاجه بيحبها او فاكهه. شوف المهم احنا لطيفين قوي في الوقت ده، حلو جميل. لكن ان انا اكره واقول لك اصلها مش ملزمه انها تاخده، مش ملزمه ان هي تخدم، لا 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 لا، امال انتوا فين؟ اوعوا ما تسمعوش الكلام ده يا بنات، ما تسمعوش الكلام ده يا بنات، من فضلكم ما تسمعوش الكلام ده. عرفتوا ليه كلمه خدمه بتزعل؟ الفيدباك اللي معموله، الفيد اللي معموله واللاواعي والقصص اللي من زمان وسندريلا ولا وده عراب وده مع ان هو عدم العدل بس في توزيع المهام والظلم في المعامله بتاعتها، واللي كان بيجرى عليها لكن بيتها اوضتها زي الفل كلها عصافير ودناديش وحاجات حلوه وجميله. يعني ايه بيت واحده ست ما تقومش تنضفه؟ يعني ايه غرفه نومك مبهدله وريحتها وحشه؟ يا ولا المخده الكيسه بتاعتها ما اتغيرتش، ولا الملايه ما اعرفش ايه، ولا زوجك طالع مبهدل اشوف الراجل كده مبهدل ولا طالع من غير مكوى، ولا فين الزوج؟ فين الحريم اللي عندك؟ فين الزوج؟ وبعدين ايه بقى حلاوتك؟ تعالي شوفي اللي بره، اللي بره في المكتب والسكرتارية واللي مش عارفه ايه واللي بتعمل عليه وجايبه له الفطار والبوكس واللي بتاع السندوتشات حطها له في السيلفر. فوقي يا بنتي فوقي، الواحد ما ياخدش مهمتك اللي انت الا انت، عايزه اعانه اطلبي اعانه ومساعده، لكن خلاف كده ما تتنصليش وتسمعي كلام الخزعبلات. طب بيقول لك ايه العقد عقد استمتاع، خلاص عملته المراه وعاء جنسي، بس هي بتستمتع وهو بيستمتع وفي مشاركه من الاثنين، ما حدش يقول الكلام. طب ايه بقى الرعايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تمام النقطه دي ماشي، عشان هم اصل حصل كتير قوي وانا عيانه، فانا هيمالكم انا هيمالكم. هاتش يتكلم في منظومة الأسرة بالخيابة، كلام الفاضي، كلام دينك عزك، والله ما ساب الدين ولا سبت يا رسول الله صلى الله عليه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا لما قلت لنا عليه. عزة للمرأة، كرامة للمرأة.